بالتأكيد. عايز أسألك على حاجة على النادي المصري. تمام. المصري كان معاه مدير فني محترم جدا هو كابتن معين الشعباني، الأمور كانت ماشية كويس حد الخروج من أفريقيا، والنتائج بعد كده تراجعت شوية، هو الوحيد اللي كان كسبان الأهلي قبل المباراة الأخيرة للنادي الأهلي. ففجأة المصري قرر يغير. صحيح جاب طبعا كابتن حسام حسن توأم، حاجة عظيمة جدا كابتن حسام وكابتن إبراهيم، بس ليه المصري ما بيعرفش يعيش استقرار؟ بص، هي الفكرة ان انا لما اقعد 8 ماتشات او 8 ماتشات ما فيش مكسب وانت نادي جماهيري، فدي برضو استمعت مدرب كبير، دي برضو فرق. وانت عارف، وانت كابتن محمود عارف الظروف والمستحقات بتاعة اللاعبين والتركيز. خلي بالك حسام حسن بيعرف يمسك النادي المصري، بيعرف يمشي، كميته ماشيه معاه، ماشي في كيمياء بينه وبين حتى الجمهور كمان. يعني حتى ممكن يعدي له حاجات مش يعديها لحد، فدي برضو بتخلي الدنيا تمشي في النادي. صحيح. لكن هو في حاجات كتيره برضو النادي المصري فيها يعني مظلوم شويه. يعني حته ان هو على طول بيلعب في بعيد عن ملعب معسكرات كبيره، خلي بالك فلوس كتيره جدا بتتصرف في المعسكرات ديت، هو ومفيش، خلي بالك محافظ بورسعيد هو اللي يعني واقف جنب النادي المصري. طيب.